السلام عليكم. تزايدت أهمية المجالس البلدية منذ بدء تأسيسها إلى أن وصلنا للفترة الثالثة، خصوصاً أن سلطنة عمان بقيادة حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه ساعية إلى العديد من المشروعات التنموية والاستراتيجية، ويتضح ذلك من خلال تنمية المجتمع والمحافظة. كل ذلك ونحن على يقين تام بضرورة أن يكون أعضاء المجالس البلدية أكثر اطلاعاً على كافة الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والتنموية، وأكثر قرباً من المجتمع وإدراكاً للأوضاع الاقتصادية في البلاد، ليكون العضو أكثر فاعلية في المجلس البلدي في كل محافظة. وجميعنا كمواطنين وناخبين ندرك أهمية المشاركة المجتمعية في انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الثالثة، إذ لكل مواطن ومواطنة الحق في التصويت للانتخابات واختيار العضو الأنسب ليكون عضواً في المجلس البلدي بالمحافظة. فعندما تختارون من يمثلكم في المجلس البلدي، لابد أن تضعوا في الحسبان أن يتمتع عضو المجلس البلدي برؤية اقتصادية، بحيث يستطيع مع بقية أعضاء المجلس البلدي تقديم مقترحات وخطط وبرامج في المشروعات ذات الجدوى الاقتصادية التي تعود بالنفع على المحافظة، وأن يبدي رأيه بكل أمانة فيما يطرح من موضوعات على طاولة الاجتماعات، سواء من حيث إيجاد المشروعات التي توفر وظائف أو إيجاد مشروعات ذات قيمة مضافة تستفيد منها المحافظة. ومع هذا التوجه الوطني نحو تسريع عملية التنمية في المحافظات والتوجه إلى مشروعات تسهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، تضاعفت أهمية دور أعضاء المجالس البلدية، الأمر الذي يطلع إليه أبناء المجتمع بمزيد من مضاعفة الجهود لخدمة البلاد. تشهد سلطنة عمان بقيادة حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه مساراً تنموياً على مستوى المجالس البلدية والإدارات اللامركزية في مختلف المحافظات والولايات التابعة لها، والذي ينسجم مع رؤية عمان 2040 التي تتمثل في الإنسان والمجتمع، الاقتصاد والتنمية والحوكمة والأداء المؤسسي. إن المرحلة الراهنة من مراحل البناء الوطني ستشهد في مختلف المحافظات في سلطنة عمان حراكاً تنموياً في مختلف المجالات والقطاعات، يتطلب ذلك مشاركة كافة فئات المجتمع وبالأخص المحافظات، ممثلة في المحافظين والمجالس البلدية ممثلة في أعضاء تلك المجالس. محافظة جنوب الباطنة شهدت خلال الفترة الماضية نشاطاً في المشروعات التي تندرج تحت مظلة التطوير وتنمية المحافظة، وحديثنا هذا الأسبوع سيكون عن هذه المحافظة، مسلطين الضوء على أهمية مشاركة أبناء هذه المحافظة في انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الثالثة. أهلا بكم في برنامج شارك، نتابع معكم هذا التقرير. محافظة جنوب الباطنة من المحافظات التي ازدهرت وشهدت تطوراً ملحوظاً على مدى السنوات الماضية. المجلس البلدي في محافظة جنوب الباطنة وما له من شراكة مستدامة مع الحكومة في رسم خطط وإبداء الرأي والمساهمة في تنظيم وتفعيل بعض القوانين وفي متابعة تنفيذ بعض الأعمال القائمة. ولايات جنوب الباطنة شهدت تطوراً كبيراً في شتى المجالات الصناعية والتجارية، وشهدت خلال المرحلة الأولية من الخطة الخمسية العاشرة تنفيذ العديد من المشاريع التي بلغ عددها 47 مشروعاً تهدف إلى تطوير المواقع السياحية والمعالم التراثية والثقافية والشواطئ
وتزويدها بالمرافق العامة الأساسية وتطوير الأسواق التقليدية بالولايات وإعادة تأهيلها وإنشاء الأسواق التجارية وإقامة مماش صحية متكاملة وتطوير محطات انتظار سيارات الأجرة على الشارع العام وتركيب أكشاك وتوزيعها على مختلف ولايات المحافظة، فيما شهدت تطوير ورصف عدد من الطرق الداخلية بالولايات. كما ناقش المجلس العديد من المشاريع ومنها وضع الحلول الممكنة لموضوع الحيوانات السائبة في الطرق والأحياء السكنية، موضوع ظاهرة حرق المخلفات الزراعية ومخلفات البناء بولاية العوابي، واعتماد مقترح تخصيص قطعة أرض لسوق المواشي بولاية نخل، ودراسة إنشاء حماية من تساقط الحجارة على الطريق من دوار العقيبة إلى عين الثوار بولاية نخل، مشروع تطوير عين الكسفة بولاية الرستاق وعين الثوار في ولاية نخل. كما كان للمرأة العمانية الدور البارز في الترشح والترشيح، وما كسبته من ثقة خلال الفترة الماضية كان له الدور الكبير في المساهمة لبناء جيل ومجتمع له الخصائص العمانية. أهلا بكم في برنامج شارك. حديثنا اليوم عن أهمية انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الثالثة بمحافظة جنوب الباطنة. أرحب بضيوفي في الأستوديو الأستاذ خميس بن حمدان الغافري، باحث دكتوراه بجامعة السلطان قابوس. أستاذ خميس أهلا وسهلا. أهلا وسهلا بك صالح. كما أرحب أيضا بالأستاذ سيف بن عبد الله الناعبي، صحفي وكاتب. أستاذ سيف أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا. أرحب كذلك أيضا بالأستاذة أميرة بنت عبد الله الخروصية، مديرة مساعدة بدائرة التوجيه المهني والإرشاد الطلابي بوزارة التربية والتعليم. أستاذة أميرة أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. أبدأ معك أستاذ خميس في البداية، ونحن نتحدث اليوم وفي هذا الأسبوع عن محافظة جنوب الباطنة وعن أهمية مشاركة المجتمع في انتخابات أعضاء المجالس البلدية. ما أهمية المشاركة في هذه الانتخابات بالنسبة لمحافظة جنوب الباطنة؟ شكرا لك أستاذ يعقوب. الأهمية تنبع بالبداية من كون المشاركة في الانتخابات هي حق شخصي، ويجب أن يمارس بطريقة يعني واجبة تجاه البلد. فمن جهة هي حق كحق وطني، ومن جهة أخرى هي واجب والتزام تجاه البلد وبناء البلد والتقدم. حاليا في وضعنا في السنوات الحالية ننتقل من مرحلة أو من خطة استراتيجية وطنية حددت ملامح خططنا وأعمالنا السنوات الماضية لمدة 20 سنة 2020 إلى مرحلة جديدة. هذه المرحلة نسعى من خلالها أن تكون مشاركة المواطن أفضل، وتكون إسهامه في بناء البلد حتى يشعر بانتماء إلى هذا إلى هذا إلى هذا الحراك وإلى هذا التطور. ثم الجانب الآخر والمهم الذي يضيف أهمية لمشاركة المواطن، ما حدده المرسوم السلطاني 126/2020 القاضي بتحديد صلاحيات المجلس البلدي، المتابع للمادة 21 تقريبا في المجلس من اختصاصات المجلس. هنا يستشعر المواطن قبل العضو أهمية المجلس البلدي. تعززت الأهمية بطريقة مختلفة ومغايرة عن المرحلة السابقة. اليوم مطالب من المجلس البلدي أن يعزز القيمة التنافسية للمحافظات. اليوم نسعى إلى أن تكون لكل محافظة في محافظات السلطنة هوية و و و ومسار للعمل تسعى لتحقيقه. من سيقوم بهذا الجانب؟ سيقوم به المجلس البلدي. يجب أن يقدم رؤى، يجب أن يبني وفق معطياته الموجودة. نعم. في جنوب الباطنة عندنا 6 ولايات يكاد يكون عندنا ربما نحن نراها متقاربة جدا، وتنوع رائع متمثل ما بين الجبل والسهل والبحر. فمقومات المحافظة لأن تشهد حراك أفضل في السنوات القادمة مهم أو واضح للعيان. ما نحتاجه أن يكون في مجلس بلدي مختار بعناية من قبل الممثلين من قبل المواطنين ليكون هؤلاء أكفاء
بحيث يقدموا خطط ذات جودة وذات يعني فاعلية أكبر في بناء هذه المحافظة. طيب أستاذ خميس، يعني من واقع الفترتين الماضيتين لانتخابات أعضاء المجلس البلدي، كيف التمست حس المجتمع ناحية المجلس البلدي في محافظة جنوب الباطنة؟ أنا أشعر بأن الموضوع محتاج إلى تطوير، محتاج إلى أن يكون عضو المجلس البلدي أكثر ملامسة للمجتمع. اليوم ربما في كثير من المناسبات جلالة السلطان أكد على ضرورة أن يكون حوار ما بين المواطن وبين المسؤول. نعم. إذا ما أدعو إليه أن يكون أعضاء المجلس البلدي أكثر قربا من فهم احتياجات البلد. اليوم الإنسان إذا ينعزل بفكرة واحدة قد لا يحقق مبتغاه، لكن إذا شارك الناس عقولهم سيجد ما يطمح إليه. اليوم لدينا في محافظة جنوب الباطنة ما يقارب 500,000 نسمة يعيشوا على هذه الأرض. نعم. إذا لم نستطيع إحنا في مجلس البلدي أو في المسؤولين في المحافظة من إيجاد الرؤية المناسبة التي تحقق رؤية 2040 بالتزامن مع خصوصية المحافظة، فإحنا نقول كأن ربما نذهب إلى فشل. والبلد اليوم مع هذه الخطة، يعني قد تكون بعد 5 سنوات بعد ما 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 ما, ما ترسى وتتمكن من السير بخطوات أوسع في رؤية 2040، قد يكون الأمر أقل يعني أقل احتياج. لكن اليوم في 5 سنوات القادمة أو 4 سنوات عفوا القادمة من عمر المجلس البلدي، أنا أدعو أعضاء المجلس البلدي ليكونوا أكثر مسؤولية تجاه رسم النمط القادم لأعمال المجلس البلدي. نعم. في ظل التحول ل2040 وفي ظل التمكين الذي أمر به جلالة السلطان حفظه الله. والانطلاقة تبدأ أستاذ خميس من الناخب. نعم. باختيار هذا العضو. بالضبط. يعني عملية اختيار العضو هي المحور الأساسي الآن في مسألة انتخابات الفترة الثالثة. أحسنت. لذلك أنا أدعو كل مواطن اليوم أن يتخلى أو يبدأ بداية جديدة مع المرحلة القادمة يكون فيها أكثر مشاركة. نعم. ونجرب المرحلة القادمة بمعطياتها الجديدة لتكون بإذن الله تعالى أكثر فاعلية وأكثر إسهام في بناء هذه البلد. نعم. طيب أستاذ سيف، يعني لو تحدثنا عن مسألة اختيار العضو الأنسب لمحافظة جنوب الباطنة كناخبين، كيف نختار العضو الأنسب لمحافظة جنوب الباطنة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. في البداية أشكرك على الاستضافة أستاذ يعقوب، وهنيك على هذا البرنامج التوعوي الهادف الذي يعزز ثقافة الرأي العام حول انتخابات المجالس البلدية للفترة الثالثة. عند الحديث عن المجالس البلدية في سلطنة عمان، يجب حقيقة أن نستحضر يعني المراحل التكوينية للعمل الشوروي في سلطنة عمان، بدءا باللقاءات السامية لجلالة المغفور الراحل طيب الله ثراه بالمشايخ والرشداء، وأيضا إنشاء المجلس الاستشاري ومجلس الشورى والدولة، وأيضا نلامس أو نعايش الانطلاقة الحقيقية والتكوينية للمجلس البلدي في سلطنة عمان حاليا. بالنسبة للسؤال حول أهمية اختيار العضو الأنسب للمجلس البلدي في ولايات ومحافظات السلطنة، تنبع من المواطن نفسه في أهمية الانتصار للوطن بعيدا عن الجانب العاطفي، بعيدا عن القبيلة، وأهمية أيضا تلمس كافة المترشحين من الولايات والموائمة بين هذه الكفاءات من أجل اختيار الكفاءات الأنسب التي تستطيع التناغم مع المحاور اللي ذكرها بعضها الأستاذ خميس، وهي رؤية عمان 2040، سياسة اللامركزية التي دعا إليها صاحب الجلالة حفظه الله ورعاه، وأيضا الموازنات المعتمدة لمحافظات السلطنة في الوقت الراهن. فأعتقد أن المواطن هو الفيصل الرئيسي، هو الفيصل الحقيقي لاختيار هذه الكفاءات لكي تؤدي دورها المرتقب خلال الفترة الثالثة بإذن الله. نعم، مثل ما تفضل يعني أستاذ خميس وذكر أنه محافظة جنوب الباطنة من المحافظات التي تتمتع بمميزات، فيها البحر وفيها السهل وفيها الجبل، هناك مقومات كثيرة لمحافظة جنوب الباطنة، هي مؤهلة إلى أن تكون شريان اقتصادي لسلطنة عمان في ذات الوقت. يجب أن يدرك الناخب، أي ناخب ينتخب عضو المجلس البلدي، عدم التهاون في مسألة اختيار العضو، عدم الاختيار العشوائي، عدم الاختيار المبني على العاطفة أستاذ سيف، لأنه
كثير، ونحن كعمانيين وأيضا لدينا بعض العادات وبعض التقاليد، بعض الأمور العاطفية التي تربط فلان بفلان وغيره، والاستعطاف أيضا في خاصة في وقت الانتخابات. لكن الآن مصلحة الوطن نحن نتحدث أساسي بطبيعة الحال، فعندما نرى مصلحة الوطن يجب أن يكون هذا الصوت الذي نعطيه لهذا العضو أن يكون بقناعة بكل أمانة بكل إخلاص. لذلك يعني هي مسألة تثقيف وتوعية للناخبين بمسألة يجب أن يدركوا هذا الموضوع. هل فعلا نحن خلال تجاربنا التراكمية السابقة يعني في الانتخابات، سواء في انتخابات أعضاء المجالس البلدية أو انتخابات أعضاء مجلس الشورى، هل أصبحنا ندرك هذه الحقيقة بأن مصلحة الوطن هي قبل المصالح العاطفية؟ بطبيعة الحال أنا أعتقد أنه تجربة المجالس البلدية في سلطنة عمان نقدر نقول أنها ما زالت تجربة حديثة، لكن أعتقد أنه الفترة الثالثة اللي نعايش انتخاباتها خلال المرحلة الحالية ستختلف تماما عن الفترة الأولى والفترة الثانية، ربما يعني بحكم أيضا إلغاء وزارة البلديات وانطلاق الصلاحيات البلدية للمحافظات، قرب أعضاء المجالس البلدية من المحافظين أنفسهم ومن أصحاب السعادة الولاة. أعتقد هذه كلها عوامل يعني مساعدة. أنا ربما حقيقة أكاد أجزم أنه أعضاء المجلس البلدي يعني يستطيعوا أن يلعبوا دور فاعل خلال الفترة الثالثة، يعني يمكن إذا لم يكن أكثر تتواءم مع أعضاء مجلس الشورى. لماذا؟ لأنه أعضاء مجلس الشورى لديهم صلاحيات تشريعية ورقابية في المجلس، لديهم لجان تخصصية في مجلس الشورى بالضبط، وبالتالي يعني أعضاء المجلس البلدي هم الأقرب للناس، هم الأقرب للحواري والقرى العمانية. لكن دعونا نتفق أنه ربما يعني صفة السمت العمانية عند المجتمع العماني يعني ربما دائما تكون قريبة للقبيلة، قريبة للحواري وللقرى بالضبط. أنا أعتقد أنه هذه ستتبدد تدريجيا الفترة الثالثة، أنا أعتقد يعني ستكون إن شاء الله تعالى يعني فترة مغايرة تماما من خلال يعني هذه الصلاحيات اللي ذكرناها قبل قليل، وأيضا يعني تلمس يعني جهود فاعلة لأعضاء المجلس البلدي في محافظة جنوب الباطنة. حقيقة لديها مقومات كثيرة كما هي الحال في بالنسبة لمحافظة السلطنة، سواء في مركز الولاية ولاية رستاق أو في المصنعة أو بركة المتاخمة لبحر عمان، وكذلك ولاية وادي المعاول ونخل والعوابي. فأنا أعتقد أنه يعني الأهمية المحورية في الوقت الراهن هي تنبع في أهمية اختيار الكفاءات، أعضاء فاعلين قادرين على التناغم مع المرحلة يعني الحالية على المواطن. حقيقة أستاذ يعقوب هذه دعوة يعني أن ينتصروا للوطن، أن ينتصروا لي يعني خدمة عمان بأكملها. علينا حقيقة أن يعني نختار الكفاءات التي ندرك أنها يعني قادرة على التناغم مع المرحلة القادمة، والأهم من ذلك هو أهمية التوجه لصناديق الاقتراع والمشاركة الفاعلة. يعني للأسف الشديد بعض المواطنين ربما يعقبوا على عدم أداء الدور الفاعل من قبل الأعضاء بالضبط. ولكن قبل ذلك علينا أن نتجه لصناديق الاقتراع، علينا أن نشارك في الانتخابات. هذا عرس وطني، عرس برلماني، يعني الكل حقيقة مطالب بالإسهام من خلاله. طيب أستاذ أميرة، أستاذ سيف تحدث عن نقطة مهمة، علينا جميعا أن نشارك في هذه الانتخابات. ما الذي يمكن أن يصنعه الفارق في مسألة مشاركة الجميع في انتخابات أعضاء المجالس البلدية؟ بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، جزيتهم خيرا على هذا التسليط الإعلامي للتظاهرة الوطنية أو البرلمانية كما أشار الأخ سيف. طبعا المواطن يصنع فارق، الصوت الواحد أحيانا هو الذي يصنع الفارق بين المترشح والمترشح الآخر. الإنسان أو المواطن العماني مطالب بالمشاركة، حتى بالدفع قبل كل شيء، حتى بدفع أخيه الإنسان إذا رأى في لديه مواطن أو مواطنة لديهم المقومات والكفاءة العالية لترشح لهذه المجالس، فلا مانع من أني قد أدفع بإنسان، لأن ما زال أحيانا التردد في بعض الكفاءات لدينا. نلاحظ الولايات نرى المترشحين، لكن قد نعلم أنا كداخل ولاية أو محافظة أن هناك إنسان أكفى، سواء كان بحملة درجات علمية أو بمواصفات شخصية أو بمؤهلات أخرى، وهي المطلوبة طبعا لا تقل أهمية عن المؤهلات العلمية.
فأنا قد أكون دافع لهذا الإنسان للترشح. الشيء الآخر قد أكون أنا يعني الآن أنا كمواطن أو كناخب أنا كأني فلتر أو مرشح لهؤلاء الناس، فأنا لدي مجموعة قد يكون لدي طموح لي يعني كفاءات أخرى، لكن ترشحت لدي كفاءات أو لدي قائمة، أنا أستطيع الآن أن أكون بدور يعني المفلتر لهؤلاء الناس أو الوصول بمن هو يعني أفضل ممثل للولاية. وفعلا يعني من هذا المنبر إحنا محتاجين أن نكون أبعد عن المجاملات الاجتماعية، بالضبط محتاجين التخلي فعلا عن كما أشار السمت العماني. أنا كإنسان الحين بعد فترتين انتخابيتين الحين أنا في الثالثة، قد أكون يعني إنسان قادر على التفريق وقادر على الوصول لصلاحيات هذه المجالس. نعم. الحين مثل هذه البرامج الإعلامية قد تتيح لي المجال أكثر للتعرف والاقتراب منه. وهذا بحد ذاته أستاذة أميرة يعني عندما نتحدث عن اهتمام الحكومة بدعوة المجتمع للمشاركة في انتخابات أعضاء المجالس البلدية، سواء هذا البرنامج أو من خلال الحملات الأخرى أو من خلال التوعيات الأخرى أو من خلال الأنظمة الحديثة التي تدفع وتصرف لها الحكومة في هذا الجانب، تدعو من خلالها المجتمع للمشاركة، لأن الحكومة تؤمن بمبدأ الشراكة المواطن مع الحكومة في بناء هذه المحافظات. فبالتالي هناك من يتردد أحياناً أستاذة أميرة في مسألة خوض الانتخابات أو ترشيح مثلا الناخب الأعضاء مثلا في انتخابات المجالس البلدية، قد يكون وهذا قد لا يكون صحيح أيضا في ذات الوقت أنه لم يلتمس دور فعال لأعضاء المجالس البلدية في الفترة الماضية، لكن نؤمن نحن الآن أن الفترة الثالثة الفترة القادمة راح تكون مختلفة. إلى أي مدى سوف يدرك المجتمع ذلك؟ إحنا نأمل فعلا، لأنه كما أشرت يعني قد يكون في الفترات السابقة عزوف المواطنين يمكن ضبابية وعدم وضوح في أدوار المجالس البلدية، وقد يكون أحيانا من المواطن نفسه يعني بعض المواطنين غير متابعين، وقد يكون قصور أحيانا في المجالس البلدية في إظهار أدوارها أو في الأعضاء لوصول أو توصيل ما تم إنجازه للمواطن. فالمواطن محتاج يعني في عدة عوامل، إنه أنا أكون مطلع كمواطن، وسائل الإعلام يعني ترفدني بما يقوم به أو بإنجازات المجالس البلدية أو على الأقل باختصاصاتها. إذا وضحت الرؤية للمواطن فإن شاء الله مشاركته ستكون أكثر، التردد الموجود لديه سيتلاشى شيء. أستاذ أميرة يعني ما نلمسه من مشاريع مثلا، لو على سبيل المثال وفي التقرير ذكر هذا الموضوع، بعض المشاريع بدأت واضحة وظاهرة العين، هذه الناس كانوا يطالبون فيها في المجتمع، نريد مشروع سواء في عين الكسفة مثلا في ولاية الرستاق في أماكن مختلفة، عين الثوارة في نخل مثلا وغيرها، ففي مشاريع بدأت تظهر ملامحها، هذه محتاجة أيضا لأعضاء قادمين يقودوا المرحلة القادمة في المجلس البلدي أيضا. إذا أنا كناخب علي أني أدفع بالأعضاء المناسبين لهذه المرحلة. فعلا فعلا واضح. طيب أستاذ خميس، يعني أستاذة أميرة ذكرت موضوع مهم جدا، قالت لك أنه يجب أن يكون الأعضاء فعالين في هذه المرحلة القادمة بحيث أنه يصنعوا فارق أيضا في نفسيات وفي آراء أيضا من سيرشحهم لانتخابات أعضاء المجالس البلدية. إلى أي مدى يجب أن يكون عضو المجلس البلدي فعال وملامس لاحتياجات المجتمع ويخرج للمجتمع ويبدي لهم المشروعات التي تنفذها الحكومة بناء على هذه الاجتماعات التي يحضرها؟ والله إذا لم يقم عضو مجلس البلدي بهذا الدور فكان من الأولى ألا يترشح. اليوم إذا لم يشارك المواطن ولم يتلمس عضو المجلس البلدي لم يتلمس المواطن من عضو المجلس البلدي وجود فكر ورؤية لدى عضو المجلس البلدي، هنا راح يحدث الخلل، وهذا ما يعيد أحيانا يعيدنا للمربع الأول دائما. واحدة من الأشياء المهمة اللي أريد أعول عليها كثيرا إعادة قراءة المرسوم السلطاني. نعم. من قبل أعضاء المجلس البلدي القادمين المرشحين حاليا بعد اعتماد القائمة النهائية، أصبحوا مرشحين من المواطنين من الشباب الفاعلين أو المثقفين وأصحاب الرؤى وأصحاب التنظير الجيد للمجتمع، يجب أن نعيد قراءة هذا المرسوم. الصلاحيات اليوم الموجودة أو الأفكار التي يفترض أنا شخصيا اليوم لي ولأبنائي في المستقبل، أنا أأمل من المؤمل أن يكون عضو مجلس البلدي قادر للنظر للمستقبل بطريقة تستبقني أنا اليوم، تستبق المواطن. لذلك يجب أن تكون لديك
خلفية ثقافية واسعة، لديك قدرة على الحوار مع المواطن، بالضبط لديك قدرة على أنك تتلمس ما لا أراه أنا من زاويتي. وإنت عشان تستطيع أن ترى هذا الأمر بزاوية أكثر شمولية محتاج تستمع إلى الناس، محتاج تقرب من الأفكار، محتاج في كل تخصص تلتقي فيهم. إحنا حقيقة نفتقد هذا الجانب، يعني ولا أعلم ما السبب، لكن من دورك أنت كمجلس بلدي أن تقيم مثل هذه المناسبات ليشعر المواطن أنه جزء من هذا المشروع الذي تتبناه. فبالتالي قضية إعادة النظر في أدوار المجلس البلدي، ليس إعادة النظر التشريعية، أتكلم إعادة النظر الأشخاص إلى دور المجلس البلدي. ومثل ما تفضل أستاذ سيف، موضوع الآن البلدية تتبع المحافظة، فأنا اليوم واحدة في البند ألف في المادة 21 المطلوب منه إبداء الرأي في الجوانب التنموية التي تحقق الميزة التنافسية للمحافظة. بالضبط. إذا لم يستطع عضو مجلس البلدي أن يفكر بهذه الرؤية الكاملة، إذن أنا فشلت في اختياري أنا بالضبط. كمواطن. ولذلك يعني مهم جدا يعني كناخبين أن ننتبه إلى هذا العضو، هل هذا العضو لديه رؤية اقتصادية؟ هل لديه رؤية تنموية؟ هل مدرك لحجم المشروعات الآن التي تنفذ في المحافظة؟ هل مدرك لحجم المشروعات التي تحتاجها المحافظة؟ وأنا أستاذ يعقوب، يعني أنا أدعو الآن الأخوة المترشحين حقيقة، يعني أول شيء يجب مثل ما قال أستاذ سيف أن نؤمن بالوطن بالضبط. بشكل أساسي هم أصبحوا الآن مرشحين، نطلب منهم أن يراجعوا أنفسهم بشكل يعني أكثر دقة، يقرأوا بشكل أفضل في أدوارهم في صلاحياتهم، ويتحملوا المسؤولية بشكل أفضل. بالضبط. طيب قبل ما أنتقل للأستاذ سيف، خلونا نتابع هذه المقابلات التي عدها فريق التلفزيون بمحافظة جنوب الباطنة. العملية الانتخابية هي واجب وطني، والمواطن يمارس حقوقه، ومن حقوق المواطنة أنه يدلي بصوته في عملية الاقتراع، انتخاب الشخص اللي يشوفه مناسب. والمجالس البلدية نقول كان لها تأثير، سواء كان تأثير محدود أو تأثير متوسط أو تأثير كبير في بعض المواقف في الدورتين الأولى والثانية. الدورة الأولى كانت بداية حدث، وكان في أشياء كثيرة محتاجة إلى إعداد. الدورة الثانية اكتسبوا خبرة أكثر. إن شاء الله في الدورة الثالثة نأمل أن تكون الرؤية أكثر وضوحا والأداء أكثر فاعلية. في كل الأحوال الثقة بين الناخب وبين الشخص المنتخب أو عضو المجلس البلدي يجب أن تكون الثقة متبادلة، بمعنى أني أنا لما أنتخب هذا الشخص أحط ثقتي فيه بأنه شخص فاعل وقادر على أداء المهام المنوطة به وفق اختصاصات المجلس البلدي مثل ما حددته اللائحة. اللائحة وضعت في ضوء المرسوم السلطاني. انعدام هذه الثقة بلا شك سيؤثر تأثيرا سلبيا على المواطن بالدرجة الأولى وعلى الدولة أيضا. لذلك نقول أن الثقة المتبادلة بين الناخب وبين المواطن يجب أن تكون ثقة كبيرة وثقة واضحة وشفافية في الأداء. اللائحة الجديدة لانتخابات المجلس البلدي حددت صلاحيات أكبر وحددت أدوار أكثر لهؤلاء الأعضاء، ومن خلال الاجتماعات الدورية مع المحافظ وممثلي مختلف الجهات الحكومية، فإن ذلك سيسهم في تعزيز الجوانب التعليمية والصحية والسياحية، وكذلك تنشيط الحركة التجارية في الولايات وفي المحافظات. وعلى الناخب أن يكون واعيا ومدركا لأهمية اختياره، فإنه كما يختار ممثلا عن ولايته فإنه بذلك يضع شريكا في تنمية المحافظة التي ستكون رافدا أساسيا من روافد التنمية الاقتصادية للسلطنة بشكل عام.
من أهم شروط عضو المجلس البلدي أن يكون يتمتع بالإخلاص والأمانة، أن يكون أيضا لديه الوعي التام وبما يمكن أن يقدمه للمحافظة بشكل عام وأيضا الولاية بشكل خاص. طبعا لما نتحدث عن جنوب الباطنة وولاية الرستاق على وجه الخصوص، تتمتع المحافظة بمزايا اقتصادية وأيضا سياحية. هذا المجلس البلدي يجعله أمام مسؤوليات كبيرة في استثمار هذه المزايا الاستثمارية، وأيضا أمام مسؤولية كبيرة في تطوير المحافظة اقتصاديا سياحيا، وأيضا إبداء القوانين التي في بعض الأسواق التقليدية الموجودة وتنظيمها وتطويرها. أيضا لدينا أيضا بعض الولايات محتاجة إلى تطوير، فيجب أن نختار العضو البلدي الفاعل الذي يمكن أن يساعد في عملية التطوير والتحديث. أهلا بكم من جديد. أستاذ سيف، استمعت للمتحدثين من محافظة جنوب الباطنة. المتحدث الأول ذكر نقاط مهمة جدا، أن الفترة الأولى كانت بداية حدث، الفترة الثانية هناك خبرة اكتسبت من قبل أعضاء المجالس البلدية في العمل البلدي. أعتقد أنه يطمح أنه الفترة الثالثة تكون رؤية واضحة وأداء فاعل. أيضا أحد المتحدثين يتحدث على أنه عضو المجلس البلدي أمام مسؤوليات كبيرة. نحن أيضا في الجانب الآخر لا نقول أن المجلس البلدي لم يكن له تأثير معين أو فاعلية في المحافظة في الفترات الماضية. قد يكون هناك خلل بسيط أيضا في الدور الإعلامي، وأنت كصحفي وككاتب في, 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 في هذه الجوانب، ما رأيك بالدور الإعلامي الذي قام به أعضاء المجالس البلدية في الفترة الماضية؟ هو قبل التعريق الجانب الإعلامي، علينا أن نتفق أن الفترة الأولى والفترة الثانية ربما كانت انطلاقة، الفترة الثالثة ستكون مغايرة لعدة عوامل ذكرنا من خلالها رؤية عمان 2040، وأيضا سياسة اللامركزية، وأيضا يعني الدعم المالي المتوفر من قبل الحكومة الرشيدة. طبعا هناك فتور في العمل الإعلامي، لكن لا يمكن أن نعزيه إلى يعني أعضاء المجلس البلدي تحديدا. طبعا أعضاء المجلس البلدي يعملون يعني تحت بوتقة المحافظة أو المحافظ نفسه. يعني أنا أعتقد دوائر الإعلام في مكاتب المحافظين لها تلعب دور كبير، مكاتب الإذاعة والتلفزيون لها دور كبير، وسائل الإعلام المقروءة الصحف المحلية أيضا لها دور آخر. فأعتقد أنه مكاتب أصحاب السعادة المحافظين يعني هي الأقرب لإبراز هذه الجهود. علينا حقيقة أن نبعد جانبا عن يعني الدور المعهود لأعضاء الشورى والبلدي من خلال رعاية المناسبات وغيرها. عمان اليوم تنطلق، سلطنة عمان تنطلق إلى يعني الاستثمارات الاقتصادية ويعني استقطاب رؤوس الأموال. هذا الحراك السياسي الاقتصادي لجلالة أهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، سواء للخارج أو أيضا الزيارات التي لامسناها خلال الفترة الأخيرة، الهدف من خلالها هو تعزيز الجانب الاقتصادي للسلطنة، ويعني من خلال محاور عدة. فأنا أعتقد يعني الجانب الإعلامي جدا مهم وجدا هادف، وربما هو يعني اللي أوجد جانب من الفتور في المشاركة من قبل المواطنين. نعم. لصناديق الاقتراع خلال الفترات الماضية. نعم، نحن نطالب بحراك أشمل وأوسع خلال الفترة القادمة على يعني مكاتب أصحاب السعادة المحافظين أن تلعب دور كبير. أيضا أعضاء المجلس البلدي من خلال وسائل التواصل اليوم المنتشرة يقدروا أنهم يعني يفعلوا هذا الجوانب، يعني وأنهم يلعبوا دور أكبر وأوسع يعني خلال الفترة القادمة بإذن الله. ونحن كلنا على يقين أستاذ سيف أن المرحلة القادمة مختلفة، لأنه مثل ما تفضلت الآن نحن نتحدث عن اللامركزية، لامركزية المحافظات، نتحدث عن دعم مالي قدم لهذه المحافظات. كيف سيوجه هذا الدعم المالي؟
هذا الدعم المالي لا يمكن أن يوجه إلا بالشراكة، والشراكة من أين تأتي؟ بوجود المجالس البلدية، بوجود المواطن، شراكة المواطن. الآن أصبحت مسألة ملامسة احتياجات المواطن وتطلعات هؤلاء المواطنين كلها من ضمن اهتمامات مكاتب المحافظين يعني في المحافظات. وبالتالي إذا كنا نتحدث عن مرحلة ونتحدث عن رؤية عمان 2040 ونحقق أهداف هذه الرؤية، إذا نحن ننطلق من بداية الانتخابات، من اختيار الأعضاء المناسبين، اختيار الشخص المناسب اللي راح يتكلم في هذه المواضيع، اللي راح يدرك تماماً معنى اللامركزية، الذي سيدرك تماماً ما معنى الدعم المادي المقدم. الحكومة قدمت الدعم المادي، تنتظر من المحافظة الآن أن تبدأ العمل في مشروعات مختلفة. هنا يأتي دور الأعضاء، وهؤلاء الأعضاء أتوا من أين أتوا هؤلاء الأعضاء؟ من التصويت، من الانتخابات التي تمت. فبالتالي اهتمام الحكومة كبير. الآن الحكومة تتحرى الدقة في مسألة اختيار الأنسب من أعضاء المجالس البلدية. الحكومة تتكبد مسألة الأنظمة التي سوف تعمل فيها هذه الانتخابات، وهذه كلها مكلفة. الحكومة تدفع لهذه المحافظات مبالغ مادية بحيث تقيم فيها مشروعات تنموية تخدم المواطن في النهاية وفي الأول والأخير. الآن أنا كمواطن ماذا يجب علي الآن تجاه هذه الأمور كلها التي جاءت بها الحكومة؟ في المقابل توجيهات جلالة السلطان أيضا للمحافظين، للمجالس البلدية، للمواطنين، أن تكون هناك شراكة حقيقية بين المواطن والمجالس البلدية والحكومة التي يمثلها مكاتب المحافظين. أنا أعتقد حقيقة خلال مع انطلاقة الفترة الثالثة يعني على وزارة الداخلية الموقرة أن تنتهج نهج إقامة ورش، يعني بمثابة ورش تدريبية لأعضاء المجلس اللي راح يفوزوا بالفترة الثالثة، للتعريف بالنظام الأساسي للدولة، للتعريف برؤية عمان 2040، لأيضا يعني مكاتب أصحاب السعادة المحافظين عليهم حقيقة دور توعوي كبير لهؤلاء الأعضاء من أجل أنهم يعني يستطيعوا لمواكبة المحاور اللي أنت ذكرتها قبل قليل. لكن أستاذ يعقوب دعونا نتفق على نقطة مهمة جدا، أنا أعتقد أن المواطن هو الفيصل في اختيار الكفاءات اللي تستطيع أنها تتناغم مع كل هذه المحاور يعني اللي ذكرناها في الوقت الراهن. بالنسبة للموازنات المعتمدة، هي ليست الهدف أنه يعني نبعد عن المركزية ونضخ موازنات هائلة للمحافظات من أجل أنها تنفذ مشاريعها. هذه المبالغ اللي خصصت بخلاف المشاريع الإنمائية الرئيسية كالمستشفيات والمدارس والطرق الرئيسية، لكن علينا أنه تكون في برامج مخططة سلفا، وأيضا في مراقبة لعملية التنفيذ يعني فيما يتعلق بهذه الخطط. علينا حقيقة أنه يعني نرجع ونقول اختيار الكفاءات التي تستطيع أن تتناغم مع كل هذه المعطيات. الحكومة حتى لم توفر فقط هذه الجوانب، الحكومة حتى فيما يتعلق بالمجالس البلدية في سلطنة عمان أعتقد بالمراسيم الأخيرة والتشريعات والقوانين اللي صدرت من معالي السيد وزير الداخلية الموقر، يعني وضعت الأرضية الصلبة من أجل أنه المجلس البلدي في سلطنة عمان ينطلق ويؤدي دوره المحوري في السلطنة بالشراكة مع مجلس الشورى ومؤسسات الدولة المختلفة. بالضبط. أستاذة أميرة، يعني نلامس كلنا اهتمام حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه، يعني واهتمامه بتنمية المحافظات، اهتمامه بأن تكون هذه المحافظات بيئة جاذبة للاستثمارات، سواء الاستثمارات المحلية أو الاستثمارات الخارجية. عندما أتحدث عن محافظة جنوب الباطن على وجه الخصوص، هي بيئة خصبة لهذه الاستثمارات، وهناك عوائد مادية كما تذكرت لي الأستاذ سيف أعطيت لهذه المحافظات. كيف نجسد سواء كناخبين، كأعضاء مجلس بلدي، كحكومة، سواء مكاتب محافظين، هذه التوجيهات لجلالة السلطان المعظم؟ قبل كل شيء الوعي بمقومات المحافظة هي أهم شيء. يعني محافظة فيها مقومات اقتصادية ومقومات سياحية، يعني يكفي أن ولاية واحدة من كولاية الرستاق كم هائل من الأودية فيها، ومختلفة بأماكن يعني أماكن جذب سياحي. فأنا محتاجة إلى الوعي سواء كنت كمواطن أو كنت كعضو مجلس بلدي. بعد الوعي لابد يكون لدي ترتيب أولويات. أنا أعطيت مبالغ مالية كما أسلف، وأعطيت الحرية والكرة في مرمى المحافظات، لكن أنا بحاجة إلى ترتيب الأولويات. في المجلس في 4 لجان، وكل لجنة لها يعني لها مشاريعها وتكون متلمسة الجوانب كلها. فترتيب الأولويات بأي المشاريع أبدأ،
بعض المشاريع قد تدر الخير على احتياجات أخرى، قد تكون بعض المشاريع الاستثمارية تعزز الجوانب الصحية أو الجوانب الاجتماعية عند اللجنة الاجتماعية ومثلا ذوي الدخل المحدود. فإذا استطعت ترتيب الأولويات وإذا كنت ذكي في استثمار هذه الأموال في المحافظات فقد أستطيع أن كما يقال أن أضرب أكثر من عصفور بحجر واحد، وأعرف الانطلاقة الأساسية من أي المشاريع أو كيفية استغلال هذه المبالغ المخصصة للمحافظات. طيب أنقلك إلى جانب آخر أستاذة أميرة، عندما نتحدث عن المرأة والمرأة هي كعضو للمجلس البلدي كمترشحة أيضا كناخبة في محافظة جنوب الباطنة، ما تقييمك لوجود المرأة؟ في الأمس كنت أطلع على يعني على القائمة النهائية للمترشحين على المحافظات، فسبحان الله يعني من المؤسف أنه في جنوب الباطنة فقط مترشحة واحدة، في حين بعض المحافظات القريبة منا فيها 5 أو 9 مترشحات. يمكن كقراءة بسيطة مني للمحافظة، أحيانا المرأة بحاجة إلى أن يكون لديها نموذج ناجح قبلها أو دافع لها، أو إنها بحاجة إلى كما أشرت في البداية وضوح الأدوار للمترشحين أو لأعضاء المجالس البلدية. يمكن الرؤية غير واضحة للمرأة كمترشحة بدورها في هذه المجالس كدور خدمي، مع أنه هي يعني الجناح الآخر وهي يعني جزء لا يتجزأ في التنمية، ولنا أمثلة وعندنا كفاءات، وأنا متأكدة أنه في المحافظة في طاقات نسائية كامنة كمون النار في عود الثقاب، فقط بحاجة إلى الاحتكاك ببعض التجارب. فقد تكون الفترة الأولى والثانية لم تكن كافية في محافظة جنوب الباطنة لإعطاء النموذج المثالي لدور المرأة، ولذلك ظلت مترددة في هذه الفترة. إن شاء الله نأمل في الفترة القادمة، لكن كتوجيه بوصلة انتخابات هي موجودة وهي حاضرة، ويكفي أنه أنا يعني أحياناً أشارك في مقار الانتخابات، أرى الأعداد الهائلة يعني وأرى شرائح كبيرة من النساء حتى يعني كبار في السن وأحياناً غير قادرة على الوصول إلى الصندوق لكنها مصرة على الاحتفاظ بحقها. ولكن تبقى أنه المرأة في محافظة جنوب الباطنة أستاذة أميرة لها إسهامات كبيرة. أكيد المرأة في أسهمت حتى لو كانت كناخبة أو كانت كعضو، حتى لو عضو واحد مترشح أيوة. يعني أو كمترشحة واحدة مثلا في المحافظة، تبقى المرأة فعالة وهي عملية شراكة مثل ما هي ما لا شك فيه. إذا لم تكن في الخط الأمامي فهي في خطوط أخرى، يعني هي في جمعيات المرأة، هي في المجال التعليمي، هي في المجال الصحي تجدها، لكن يعني ما نطمح إليه أن نراها أيضا في المجالس البلدية، لأنه يعني المجتمع ترى في النهاية أسرة، في النهاية في جانب جوانب أخرى هي تختص، لو جينا لجانب الأسرة والطفل فهي قد تكون الأخرى، حتى في الجانب التعليمي قد تسيطر على مدارس الحلقة الأولى، يغلب الطابع النسائي أكبر. فالتوازن في المحافظات مطلوب. نعم، خلينا بس في أيضا فريق التلفزيون في محافظة جنوب الباطنة عد لنا هذه المقابلات مع نساء من محافظة جنوب الباطنة لنتابع. وفقاً للمرسوم السلطاني فإن المهام الموكلة للمجلس البلدي من الاختصاصات والمهام يعني وضعت الثقل في المحافظات والولايات، لذلك يعني لابد أن يكون المتقدم والمترشح للمجلس البلدي له الدور الملموس والدور الفاعل في تقديم الرؤية الثاقبة والسعي قدماً لرقي المحافظات والولايات وفقاً لما يتواكب مع التفكير العصري والحديث من جميع النواحي التنموية والثقافية والفكرية والاقتصادية وإلى آخره، مراعين في ذلك لابد أن يكون هذا في إطار ما تسعى له السلطنة وفق رؤية عمان 2040. وهذا الدور وهذه الأمانة إنما هي تكريم للمواطن العماني لثقة مولانا حضرة صاحب الجلالة حفظه الله هيثم بن طارق وأمد في عمره، فهذه الشراكة المجتمعية إنما هي دور تكريم للعماني عليها أن يسعى في الانتخابات وفي الترشيح إن وجد في نفسه ما يحمل الأمانة بما يرضي الله سبحانه وتعالى.
المرأة العمانية شريك أساسي في التنمية المحافظة والوطن، حيث أثبتت مشاركاتها على الصعيد في شتى الميادين على الصعيد الدولي وأيضا الخليجي والعالمي، وذلك أسهم في تطوير المحافظة. حظت المرأة العمانية بالثقة السامية من لدن جلالة السلطان قابوس بن سعيد طيب الله ثراه، وذلك باعتماد يوم 17 أكتوبر من كل عام يوما لتكريم المرأة في شتى الميادين. واستمر ذلك في عهد جلالة السلطان هيثم بن طارق حفظه الله ورعاه، وذلك بمكرمته السامية بدعم جمعيات المرأة العمانية من خلال تمكين النساء في مختلف المحافظات بالسلطنة. حظيت المرأة العمانية منذ انطلاق النهضة المباركة برعاية وعناية فائقة من لدن حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد طيب الله ثراه، وتستكمل المسيرة في عهد الجديد للسلطان هيثم بن طارق حفظه الله، إذ فتحت أمامها فرص كاملة للتعليم في شتى المراحل والمستويات، كذلك أتيحت لها فرصة العمل في جميع المجالات والمشاركة في بناء الوطن، كذلك تمكين المرأة ومشاركتها في اتخاذ القرار والوصول إلى المواقع السلطة. المرأة حظيت بشكل كبير من خلال اهتمام السلطنة النهضة الحديثة فيها، كونها جزء لا يتجزأ من المجتمع، فهي ركن أساسي للمجتمع، أيضا هي يعني منارة خير، هي منبر رحمة وبركة في المجتمعات. المرأة العمانية حظيت بشكل كبير وواسع منذ بزوغ النهضة المباركة واهتمام جلالة السلطان طيب الله ثراه برعايتها واهتمامها العالي في كافة المؤسسات والمجتمعات ورقيها تصل إلى أعلى المستويات المرجوة في المجتمع سواء كان المحلي أو المجتمع الخارجي. اهلا بكم استاذ خميس. يعني تابعت المقابلات، يعني انا ما اقرا في هذه المقابلات انه المراه في جنوب الباطنه لديها وعي ادراك تام باهميه المرحله القادمه في تنميه محافظه جنوب الباطنه، تتفق تماما على مساله ان يكون هناك اعضاء فاعلين فعلا للمرحله القادمه بحيث انهم يقودوا مسيره التطوير والتنميه في محافظه جنوب الباطنه. ما قراءتك لما سمعته في هذه المقابله؟ بطبيعة الحال المرأة معنا بفضل الله سبحانه وتعالى، يعني على مستوى جنوب الباطنة وعلى مستوى السلطنة هي فاعلة وهي واعية وهي المحرك الأساس لكثير من التفاصيل الموجودة. ما نستطيع نقول غير هذا الكلام، لا ولكن هذه حقيقة فعلا. نعول على دورها سواء أن تكون مرشحة مترشحة للمجلس البلدي أو أن تكون ناخبة، فوعيها أيضا أنا أعول كثيرا على قضية الوعي. وعينا إحنا بسلطنة عمان أول شيء، وعينا إحنا بمتطلباتنا في المستقبل. إذا كل شخص فينا تنازل عن دوره إحنا أوجدنا خلل. بالضبط. لذلك يجب أن نؤمن، المرأة تؤمن بدورها وبقدرتها على التوجيه، سواء حتى بدعم الأشخاص مثل ما ذكرت الأستاذة أميرة، دعم الأشخاص الواعين. نعم إحنا لدينا مرشحة واحدة في جنوب الباطنة في المصنعة، أنا لا أطالب بكثرة مرشحين بقدر ما أطالب بالكفاءات. بالضبط. أن تبرز أنفسها، أن لا تتردد في الترشح، أن تقدم نفسها. المرأة بفضل الله سبحانه وتعالى لدينا مستويات فكرية ومستويات واعية وثقافية قادرة على أن تصنع فارق على مستوى المحافظة. في شيء جوهري يجب أن نذكره الآن، هو ليس فقط لمرشحين جنوب الباطنة، المرشحين بشكل عام، مجالس البلدية في المحافظات بشكل عام، حقيقة نعول عليكم كثيرا في صنع مستقبل مختلف. هذا المستقبل نابع من فهم وعي بمكونات هذه المحافظة. بالضبط. أنت تدركها أكثر مما يدركها شخص آخر من خارج المحافظة. ولو أخذت مثال ربما جنوب الباطنة بتنوعها الجغرافي الموجود وموقعها أيضا، هي ما بين الواصلة ما بين محافظة
مسقط ومحافظة شمال الباطنة ومحافظة عبري والمنافذ الحدودية الجديدة التي يفتتح آفاق. إذا كان أعضاء مجلس البلدي في محافظات جنوب الباطنة لا يملك رؤية استباقية، رؤية تقدم ميزة تنافسية على مستوى باقي المحافظات، فأرجع مرة ثانية وأقول إحنا محتاجين نعيد الدائرة من البداية، نعود لنقطة الصفر. ونحن الحمد لله قطعنا شوط كبير جدا. المرأة جزء في دعم هذا الموضوع، بل تكاد تكون تملك النصف، نصف المجتمع فعليا، يعني حتى ربما في على مستوى سواء تعداد سكان أو كتأثير. نحن مثل ما نقول إحنا جناحين نطير مع بعض بهذا البلد، بهذا إلى مستويات آفاق بالضبط قادمة. إذا تخلينا عن دورنا من سيفعل هذا؟ بالضبط. إذا المرأة لم تسهم والرجل بالضبط. لم يسهم، فإحنا نترك الأمر لا أعتقد لا أحد غيرنا سيفعل ذلك. بالضبط. أستاذ سيف، يعني أستاذ خميس يرى أنه يعني ليس كثرة المترشحين، إذا كنا نتحدث عن مترشحة واحدة في محافظة جنوب الباطن، ليس كثرة المترشحين وإنما بالكفاءات التي ستدير مسألة التنمية والمشاركة في التنمية وملامسة احتياجات المجتمع. يعني هو يركز على موضوع الكفاءة، الكفاءة مهمة جدا في اختيار العضو المناسب لانتخابات أعضاء المجالس البلدية. وطبعا احنا تعدينا مسألة أن المرأة هي شريك الرجل، خلاص هي يعني المرأة والرجل أصبحوا صح. الكل ساهم في بناء هذا الوطن، يعني ويساهم وسيظل يساهم في بناء هذا الوطن، ولكن يرى الكفاءة مهمة أيضا في هذا الجانب. كيف تقرأ أنت في ضوء أيضا ما تابعته من مقابلات من جانب نساء في محافظة جنوب الباطنة؟ هو ما في شك المرأة في سلطنة عمان حظيت بنصيب وافر من يعني الخدمات والتوجيه قبل الحكومة لكي تؤدي دورها المرتقب في سواء الفترة السابقة أو العهد المتجدد لجلالة السلطان حفظه الله ورعاه. طبعا التخصصية في الاختيار الكفاءات هو مطلب سواء كرجل أو كامرأة. يعني يمكن احنا لاحظنا خلال الفترة الثالثة تقليص العدد من 6 أعضاء إلى 2 في كل ولاية. هذا أعتقد يعني دعوة من قبل الحكومة الرشيدة إلى أنه الهدف ليس بالكثرة إنما بالتخصص بالكفاءة. نعم يعني فأعتقد أنه يجب أنه يعني ننظر لهذا الجانب نظرة متفحصة. الأمر الأهم أستاذ يعقوب يجب أن لا نفرز خيارات آنية لأعضاء المجالس البلدية، بمعنى إحنا كمواطنين عندما نذهب لصناديق الاقتراع ونختار الأكفأ من بين المترشحين يجب أن ننظر لكل عضو ما الذي قدمه خلال السنوات الماضية للمجتمع، ما هي الإسهامات التنموية التي قدمها أو التي استطاع أن يلعب، ما هو الدور الذي استطاع أن يلعبه في المجتمع لكي يصل إلى عضوية المجالس البلدية. وهذا ما قاله الأستاذ خميس، إنه بطبيعة هل هذا العضو رؤية استباقية يعني لتنمية المحافظة؟ بطبيعة الحال، لذلك هذه نقطة جدا مهم. يعني إحنا ما ينبغي أن نفرز خيارات آنية، يعني ربما الأعداد كبيرة من تريد أن تصل إلى عضوية المجالس البلدية ومجالس الشورى، لكن اختيار الكفاءات هو الفيصل، والمواطن أعتقد هو من يستطيع أن يحدد هذا المسار لأن تقوم المجالس البلدية في سلطنة عمان بالدور المحوري وأن تكون يعني السند للحكومة الرشيدة في توجهاتها المستقبلية بإذن الله. خاصة عندما نتحدث عن محافظة جنوب الباطنة أستاذ سيف، يعني الأستاذ خميس ذكر أنه هذه المحافظة بتنوعها بموقعها الاستراتيجي، أيضا موقعها الاستراتيجي مهم، وأعتقد أن محافظة جنوب الباطنة هي محافظة واعدة للمستقبل سواء في الجوانب السياحية مثل ما تفضلت أستاذ أميرة، أيضا ذكرت ما تتمتع به هذه المحافظة من مقومات سياحية أيضا يجب استغلالها، كيف ستستغل، كيف سيشارك الأعضاء في المرحلة القادمة في مسألة تطوير هذه الجوانب السياحية في محافظة جنوب الباطنة، أيضا كونها محافظة تربط ما بين شمال الباطنة وما بين محافظة مسقط. ولكل محافظة من محافظات السلطنة خصوصيتها، يعني إذا جينا نستقرأ يعني طبيعة، لكن مثل ما ذكرنا أنه محافظة جنوب الباطنة تنوعها التضاريسي بين البحر والسهل والجبل أنا أعتقد يعطيها ميزة. يعني ربما إحنا محتاجين خلال الفترة القادمة إلى تنشيط الجانب السياحي. إحنا مقبلين على السياحة الشتوية، لدينا حقيقة مميزات كثيرة أستاذ يعقوب في محافظة جنوب الباطنة، يعني خبة القعدان في الأبيض، يعني هذه يمكن لو تلاحظ في الجانب الشتوي تزخر بمقومات كثيرة من في الجانب السياحي.
ولاية رستاق كمركز للولاية، ارتباط ولاية المصنعة وبركة أيضا على شريط بحر عمان، يعني شاطئ السوادي بما يتميز به من مفردات جمالية، المواقع التراثية، قلعة رستاق، قلعة الحزم، قلعة نخل، عين الثوارة، عين الكسفة، المياه الساخنة في ولاية وادي المعاول. فأنا أعتقد أنها كل هذه مفردات متنوعة، يعني ينبغي استثمارها خلال الفترة الثالثة، لأنه مثل ما ذكرت لك وذكرت للأخوة والمشاهدين أيضا أنه السلطنة مقبلة على كذب استثمارات خارجية لرفض الجانب يعني الخدمي في السلطنة. فأعضاء المجلس البلدي سيلعبون دور فاعل، دور محوري خلال الفترة الثالثة، يعني يستطيعوا من خلاله يعني إلى أن يقوموا بالأدوار المنوطة بهم على أكمل وجه بإذن الله تعالى. أستاذة أميرة، تابعت أيضا في اللقاءات اللي عرضت قبل قليل عن المرأة وما تتطلع إليه المرأة في محافظة جنوب الباطنة، ماذا قرأت من خلال ما تابعت في هذه المقابلات؟ قرأت الوعي موجود وقائم لدى المرأة، يعني وتدرك أهمية المجالس البلدية ولديها تطلعات كأي مواطن عماني آخر، وتعول كثير أيضا على المستقبل الواعد لعمان من خلال هذه المجالس البلدية. ورأيت أيضا يعني تنوع لدينا في فئات وشرائح يعني نسائية مجتمعية، لدينا كفاءات علمية، وكلنا طبعا هنا من أجل عمان، ولدينا نفس الرؤى ونفس التطلعات، ونؤكد إن شاء الله في الفترة القادمة ونفس الأمل يعني موجود لدى الجميع بأن تكون الفترة القادمة هي فترة مغايرة وإن شاء الله باتجاه رؤية عمان 2040. قد يكون هناك سؤال أسأله، يعني ما الذي تحتاجه محافظة جنوب الباطنة من أعضاء المجلس البلدي للفترة القادمة، الفترة الثالثة أستاذ أميرة؟ محتاجين بأن نسير بخطى أسرع ويعني أرسى وأرسخ عن الخطى في الفترات السابقة. محتاجين التأكيد من أول حلقة إلى الآن الانتقاء الصحيح للكفاءات في المجالس لأعضاء المجالس البلدية، وإن شاء الله كمواطنين وكأعضاء مجالس بلدية تكون خطانا حثيثة إن شاء الله لمستقبل عمان الواعد بإذن الله. أستاذ خميس، إذن مثل ما 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 يعني نقرأ دائما ونتابع إنه يعني هناك أنظمة حديثة أيضا ستكون في انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الثالثة، الحكومة دائما ما تكون يعني تختار الأنظمة اللي هي ممكن أنها تكون سهلة للمواطن في مسألة الانتخاب لكي يشارك في هذه الانتخابات، وأيضا اختيار الأنسب دائما للمحافظة، وجنوب الباطنة محافظة واعدة أيضا، وأيضا عندنا الآن مرحلة جديدة يعني للمحافظات، وجه جديد للمحافظات للعمل للبناء في وجود اللامركزية وغيرها. صحيح، ما نطلبه من أعضاء المجلس البلدي هذا حقيقة اليوم هذا طلب يعني وطني وقد يكون شخصي، يعني أن 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 أتمنى بعد ما يتشكل المجلس البلدي في كل المحافظات وبالذات في محافظة جنوب الباطنة أن نجد خطة جادة مختلفة، ليست فقط لبناء الأربع سنوات القادمة، لأن ذكرت ربما في البداية حين يعني نعول عليهم على بناء النموذج الجيد. بالضبط، النموذج الجيد الذي يقدم المحافظة ويتخلوا عن الـ عن الـ عن الـ عن الـ عن الرؤية التقليدية انه انا والله مجرد دورهم اعظم الان حقيقة. بالضبط. يعني وجزا الله خير جلالة السلطان، يعني الرؤية هذه رؤية جدا واعدة وشخصيا متفائل جدا بمستقبل افضل للعمل البلدي. وصلنا الى ختام هذه الحلقة، شكرا للاستاذ خميس بن حمدان الغافري باحث دكتوراه بجامعة السلطان قابوس، شكرا جزيلا لك على وجودك معنا في برنامج شارك. شكرا ايضا للكاتب والصحفي الاستاذ سيف بن عبد الله الناعبي. استاذ سيف شكرا جزيلا لك. شكرا ايضا للاستاذة اميرة بنت عبد الله الخروصية مديرة مساعدة بدائرة التوجيه المهني والارشاد الطلابي علمية جنوب الباطنة، شكرا جزيلا لك. إذن وصلنا معكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامج شارك التي خصصناها لمحافظة جنوب الباطنة، شكرا لكم، في أمان الله.